تقديرا لتضحيات الشهداء في صون سياج الوطن، كرمت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع عددا من أسر شهداء الجيش والقوات المسلحة، وذلك على مسرح دار الثقافة بحضور فعاليات رسمية وعسكرية واجتماعية. مبادرة مستمرة مثل ما قلنا عن العام الماضي وعن هذا العام أيضا. هؤلاء الشهداء وأسرهم لهم حق كبير علينا، يعني هذا أبسط ما نستطيع أن نقدمه لهؤلاء الأسر اللي ربوا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم في سبيل هذا الوطن. احتفل في محافظة حمص بتكريم كوكبة من أسر شهدائنا الأبرار الذين ضحى أبنائهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، ولذلك أخلصوا في الدفاع عن هذا الوطن واستحقوا منا وسام الإخلاص. الشهداء كما قال السيد الرئيس هم منارة هذه الأمة. تخلل حفل التكريم تسليم ذوي الشهداء أوسمة الإخلاص وعرض فيلم عن بطولات رجال الجيش العربي السوري وعددا من الكلمات التي أكدت على قيمة الشهادة وعظمتها. أنا كوالد شهيد أعتز بشهادة ولدي لأنه استشهد دفاعا عن هذا الوطن الغالي، وكلنا مشروع شهادة نقدم أرواحنا وأولادنا وكل ما نملك دفاعا عن هذا الوطن الحبيب. الله يرحم جميع الشهداء، الله يشفي جرحانا، وسوريا بتستاهل والوطن غالي، شو ما قدمنا له رخيص. والله يحمينا سيد الرئيس بشار حافظ أسد، ونحن كلاتنا فدى هالوطن. الشهيد غالي وبيقدر قيمة الشهيد هو أهله وأحبائه وأقربائه، وهو قطعة من كبد الإنسان، ولكن الوطن بحاجة لهالتضحية هاي لحتى نضل مستمرين، نضل عنده في أم تعطي اللي هو الوطن الغالي سوريا. التكريم يأتي تقديرا لأسر ضحت في سبيل الوطن وكعربون وفاء لدماء الشهداء الزكية التي روت تراب سوريا ورسمت ملامح النصر على الإرهاب وداعميه. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.